السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكون أحوالكم على خير ورجعت لكم بحيل وتدابير منزلية إن شاء الله العيد الأضحى. تدابير اللي غادي تنفعكم أكيد، فإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم. إذا كنتوا متتبعين أوفياء ما تنساوش تخليوا لي تعليق أسفل الفيديو، ويلا نبداو على بركة الله. اللحم قسمته درته في بلاستيكات، هذا راه جامد ديجا كان في الكونجيلاتور، ودابا بغيت نحطه في الثلاجة ديالي. فغادي نشارك معكم واحد التدبيرة. خويت لي هنايا واحد الدرج، جمعت كلشي هنايا في هذا المجر وفي هذاك المجر اللي في التحت. صافي خويت هذا المجر هذا باش ندير فيه اللحم ديال الحوليه ان شاء الله. فعندي لكم واحد التدبيره بالنسبه للناس اللي كيلتصق ليهم اللحم في الفريغو، يعني تيجيو يجبدوا الميكه ما كتبغيش تجبد كتكون لاصقه، فجربوا هذه التدبيره راها معتمده عندي ومجربه وناجحه. كنحتاج غير ورق ديال الفران يكون نوعيه جيده. هاد لا مارك هادي زوين صراحه، لا مارك ساغا، كيكون شفاف وما كيلصقش نهائيا لا في الفران ولا حتى في الثلاجه. انا ديما كنستعمله في المجمد باش هكذا كيبقى ليا نقي. غادي ناخذ واحد الطبقه غادي نفرشها هي الاولانيه في المجمد قبل ما توضعوا اللحم الميكات ديال اللحم في المجمد. فرشوا هاد الورق هذا باش حتى الا تسقطر الدم ولا شي حاجه ما كيتوسخش لكم الفريغو، وفي نفس الوقت ما كيلصقوش لكم بلاستيكات مع بعضياتهم. غادي نستف الطبقه الاولى ديال اللحم بحال هكذا، نخليهم حدا بعضياتهم، وغادي نعاود ندير واحد الورقه ثانيه ديال ورق الفرن فوق من هاد البلاستيكات هادو، وغادي نعاود ندير طبقه ديال البلاستيكات ديال اللحم باش هكذا ما كيلتصقوش مع بعضياتهم نهائيا. بعض المرات كنجيو نجبدو شي ميكا كنلقاوها لاصقه مع وحده اخرى وكيتجبدينا كلشي، فبهذه الطريقه هذه ما غاديش تلقاو مشكل نهائيا، ما غاديش يلتصقوا الميكات مع بعضياتهم، وفي نفس الوقت غيبقى لكم المجمد ديالكم نقي، ما غاديش تحتاجوا تنظفوه نهائيا. في كل عام ضروري ما نحضر الكفته، وهذه المره غادي نحضرها غير في الدار، ما غاديش نطحنها نهائيا عند الجزار بهاد الهشوار جديده ديال اماني شيف، شي حاجه اللي واعره راها موجوده ومتوفره حاليا، ومازال فيها البروموسيون ديال العيد ان شاء الله. البروموسيون فيها اسبوع فقط، غادي يبدا الارسال من اليوم، يعني نهار اللي غادي تشوفوا فيه لا فيديو. فاذا كنتو محتاجين هشوار اللي متطوره اللي فيها نظام ديال الحمايه ما غاديش تخسر معاكم وغدوز لكم مده طويله، كتجي بجوج ديال الكيسان، الحجم ديالها 3 لتر والخدمه ديالها واعره صراحه، راه ديجا حطيتها لكم وخدمت بها ماشي مره ماشي جوج، شي حاجه اللي فعلا كتهني. بالنسبه للبول راه ديال اينوكس الحقيقي 18/10 304 5 ديال النجمات، ما كيصديش وما غتلقاوش معاه مشكل نهائيا. كيجي معها كذلك بول ديال الزاج اللي حتى هو نفس الحجم، الزاج ديالو غليظ وممكن تحنوا فيه حتى شي حاجه اللي سخونه. بالنسبه لهاد لاشواغ هذه اللي مميز فيها هي انها تاكتيل والكترونيه، يعني فيها بروغرامات اللي هما واجدين ديال الخضره، بروغرام ديال اللحم، بروغرام ديال العجينه، كل شيء مكتوب هنايا، فقط كتختاروا البروغرام وهي كتخدم وكتطفى بوحديتها، ما كتجاوزش 17 ثانيه عفوا، وكتحبس هكذا ما كيسخنش ليها الموتور نهائيا. كيجي معها ثلاثة ديال الماس الطراب، وكتجي معها واحد الاكسسوار اللي زوين ومفيد بزاف، سبق لي شاركته معاكم اللي هو هاد الاكسسوار هذا اللي كيصلح للتقشار، التقشار ديال الثومه، ممكن تفسخوا به الحمص، ممكن كذلك تفسخوا به اللوز، كيهني صراحه بزاف. بالنسبه للهاشوار راه متوفره في التخفيض، بالنسبه للتوصيل راه بالمجان، اللي بغاتها وبغات تستافد من التوصيل المجاني وكذلك التخفيض ما عليكم الا تدخلوا للرابط اللي غادي تلقاوه في اول تعليق ودوزوا لا كوموند ديالكم تما، فراها كتوصل. بالنسبه للناس ديال كازا تقريبا كتوصل في اقل من 24 ساعه، والناس اللي في المدن الاخرى راها ما كتعداش يومين وكتوصلوا بها. شي حاجه اللي زوينه الصح والعمل، راه خداوه ديجا من عندي متتبعات، كنتمنى ان شاء الله يخليوا لي تعليقاتهم والتجربه ديالهم في هذا الفيديو هذا. وغادي نطحن الكفته ان شاء الله. هنايا جمعت الطريفات، ملي كنكون كنقطع القطبان كنبقى شي طريفات هكذا ما يصلحوش القطبان، كنخبيهم الكفته. هذه هي الطريقه ديالي، يعني داكشي اللي ما كيجينيش لايق انني ندير به قطبان هو اللي كنديرو في الكفته. ونا شي طريفات بحال هكا كنخلي فيهم الشحمه ديالهم باش كيجيوني يعني مزيانين. هادو هما الطريفات هادو اللي تندير فيهم تندير بهم الكفته. الكفته تنصوبها غير في الدار، الطريقه سهله نتوما غادي تشوفوا معايا. المهم اول حاجه اش كندير، جمعت هاد الطريفات هادو
وضروري ما كندوز نقطعهم مربعات صغيره باش هكذا يسهلوا عليا، لانني تنطحنهم غير في لاشواغ. لاشواغ اللي شاركت معكم واعره صراحه، كتصلح حتى الكفته، غتهنيكم ما غاديش تشدوا الزحام عند الغزال، لان صراحه هاد الوقيته هذه ديال العيد كيكون الغزال يعني عامر، ف انا ما كنمشيش نهائيا نشد السحام، كنقدها غير في الدار بسهوله. صافي دابا غادي نحاول انني نقطعها صغيره ما امكن، ما كنحيد لها عصب لا والو، غير كنقطعها صغيره وصافي. طريفات صغار كيف ما شفتوا، حيدت فقط هاد الجليدات هادو اللي جاوني اصلا قاصحين بالموس، حيدتهم هادو حيت غادي يدوروا على الموس ويقدروا يخسروا لينا الهشوه، فقطعت الطريفات بحال هكا وغادي نديرهم في البول. غادي نستعمل هاد الموس هذا ديال 4 شفرات طبعا، وغادي ندير غير نصف الكميه بنصف الكميه باش ما نكثرش، بحال هكا نصف الكميه هي الاولى، غادي ندوز باش نطحن. والكفته ها هي طحنات، رغم ان فيها بزاف ديال الطريفات اللي هما يعني كما كنقول لكم قاصحين، ودوك الجليدات ماشي شي لحم اللي هو 100% لحم، راه كما شفتوا. صافي طحنت لينا الكفته ديالنا ما شاء الله، انا عاد راه طحنتها اكثر من القياس، هي راه ما خصهاش طحنتها لهاد الدرجه. غادي نكمل ندير الكميه الثانيه، انتم شفتوا دوك الجلدات كلهم كيدوروا على الموس، ها هما دوك الجلده كامله. ضروري ما ديروا شويه ديال الشحمه باش تجيكم كفته هشيشه وفتيه. الربيع غسلته ونشفته وخليته بالعواد ديالو، الربيع راه باقي بالعواد ديالو. صافي غادي ندير هنايا تقريبا جوج ديال الربطات مره واحده في العشوه، غادي نطحنهم واحد الكميه غادي نحتفظ بها وواحد الكميه غادي نديرها في الكفته. بالنسبه لهاد العشوه فيها بروغرام ديال الخضر والفواكه، هو نيت اللي كنستعمل حتى بالنسبه للربيع، هي كتبدا كطحن وكتحبس بوحديتها. صارو كنورك على هذا البوطون، شفتو راه هي كتخدم وكتطفى وكتبيتها. الكفته هنايا في هذه القصريه هذه حيت واسعه باش نخدمها على خاطري، هنايا قردت الربيع في العشوه، الربيع يكون طري من الافضل لانه باقي غادي نحتفظوا بها، فمن الافضل يكون الربيع الطري. غادي نضيف القياس ديال الملحه، وعندي هنايا العطريه ديال الكفته اللي كنت وجدت معكم، ها هي واجده فيها كل شيء، ما غادي نحتاج نضيف غنضيف مكون واحد غتشوفوه معايا. بالنسبه للعطريه ديال الكفته غادي تلقاو الطريقه ديالها في اول تعليق، ديجا صوبتها معكم في واحد الفيديو سابق. الا ما لقيتوهاش الا ما قديتوهاش في الدار فراها كتباع عند العطار موجوده، نقولوا لي غير العطريه ديال الكفته راه غادي يعطيها لكم. وهنايا التحميره لانه كتعجبني الكفته يكون اللون ديالها احمر، التحميره راه كاينه في المكونات ديال العطريه، كنزيد واحد شويه حيت كيعجبني الكفته يكون اللون ديالها احمر. غادي نخدم هاد المكونات هادو مع بعضياتهم مزيان حتى ينسجموا. صافي واحد الجزء غادي نحتفظ به في المجمد، وجزء غادي نشوي اليوم ان شاء الله، غادي نقسمها على جوج لان الجزء اللي غادي نشوي اليوم غادي نضيف ليه بعض الاضافات.
الكميه اللي غادي نحتفظ بها في المجمد كناخذ هاد لي باركيت اولا هاد العلب هادو راهم كيتباعوا موجودين غير بدرهم، وكنبدا كندير فيهم الاصابع ديال الكفته بهذه الطريقه. ممكن ديروا كويرات اللي بغيتوا على حساب الاستعمال اللي غادي تبغيوه من بعد. انا اغلبيه هاد الكفته هذه ديال الغنمي غير كنشويها حيت كتكون فيها كميه كبيره ديال الشحمه ما كتصلحش لحاجه اخرى، يعني كنديرها للشوا. كنصوب هاد الاصابع هادو وكنبدا نستفهم في هاد البواطات هادو. هاد البواطات اللي زوين فيهم انه ما كيشدوش بلاصه كبيره في المجمد، يعني كينظموا بواحد الطريقه اللي هي زوينه. غادي نستمر بنفس الطريقه كنقد هاد الاصابع باش مني كنبغي نشوي هاد الكفته هادي ما كنتسناش انها ديكونجلا، يعني كيف كنجبدها من المجمد كنلقى هادوك الاصابع واجدين وكنديرهم في الشوايه وكنشويهم مباشره. خليت هنايا هاد الكميه هادي، غادي نضيف عليها البصله. درت بصله وجوج ديال الحبات ديال الثومه اللي فرمتهم في لاشوار. بالنسبه للبصله ما كنضيفهاش للكفته اللي كنت غادي نديرها في المجمد، راكم عارفين البصله كيتغير ليها المذاق ديالها، من الافضل نتجنبوها. بالنسبه لهذه غادي نطيبها دابا ان شاء الله، فغادي ندير لها البصله كتفتيها وكتعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. صافي خدمتها مزيان وغادي نرجعها للبول باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نوضعها في القطبان بواحد الطريقه سهله وعمليه بزاف. هاد القطيبات هادو ديال الخشب انا كنستعملهم صراحه حتى في المجمع باش ما يتحرقوش لكم يبقاو مزيانين. ديروا لهم هاد التدبيره هادي. كناخذ غير قريعه بحال هكذايا كنعمرها بالماء وغادي نضيف عليها واحد النقيطه ديال الزيت، نقيطه ديال الزيت صافي. كاين اللي كيزيد حتى الزعتر، كتجي تجي فيهم واحد النسمه زوينه ديال الزعتر. المهم انا اكتفيت غير بهذا الشيء صافي. وغادي ندخل هادوك القطيبات في القرعه بحال هكا، غادي نخليهم يترقدوا مزيان. من الافضل تخليهم يقد ما ترقدوا قد ما كيصبروا وما كيتحرقوش لكم في المجمر وما كتلصقش عليهم حتى الا درتو فيهم قطيبات ديال اللحم اولا دجاج اولا اي حاجه. المهم ما كتلتصقش فيهم، راكم عارفين شنو قصدت. غادي نخليهم بحال هكذا يترقدوا مزيان ومن بعد غادي ندوز باش نصوف فيهم الكفته ان شاء الله. وغادي ندوزو باش نحضروا القطيبات ديال الكفته. القطيبات من بعد ما ترقدوا زولتهم ونشفتهم. هنايا خديت نفس القرعه قطعتها على جوج، غير واحد ملاحظه بالنسبه للقرعه، حاولوا انكم ديروا جزء طويل هو اللي من الفوق ماشي كيف ما درت انا، حاولوا تطولوا هذا الجزء ما امكن. هنايا كنوضع فيه الكفته وخديت كاس اللي غادي نوضعوه في الاسفل. كناخذ جوج ديال القطيبات باش يشدوا مزيان، تشد فيهم الكفته مزيان. كنوضعوا الجزء اللي هو حاد من الاسفل وكنبداو نضغطوا بحال هكا صافي. راه القطيب كيعمر بالكفته وكنقطعوه سواء بالموس اولا جبدوها غير بيديكم. كنتبتها غير واحد شويه وكنكمل بنفس الطريقه. هاد الطريقه هذه صراحه عمليه، كتلتصق الكفته بالقطيبات مزيان ما كتفلتش منهم نهائيا. نتوما غتشوفوا معايا في المرحله ديال الطياب. كنعمر الكفته في الراس ديال القرعه وكندخلوا القطيبات بنفس الطريقه يكونوا مقلوبين، وكندفعوا يعني كنضغطوا الجهه ديال الاسفل وكنبقى مستمره بحال هكا. هاد الطريقه صراحه عمليه، اسهل بكثير من انكم تبداو تثبتوا الكفته في القطيب. صعيبه هذيك العمليه، كتبدا كتشتت ما كتبغيش تلتصق لينا نهائيا بالقطيب. ها انتم شوفوا معايا ما شاء الله القطيبات راه درتهم كيتشواو. كتجي ديك الكفته لاصقه على القطيب، كتجي ثابته بحال ديال المحلات ديال المشاوي تماما، يعني كتجي ديك الكفته مقاده، دوك الاصابع مقادين بهذيك التقنيه اللي شفتوا معايا. هي تقنيه ماشي جديده، راه تبارك الله وجدوها بزاف ديال الاخوات في فيديوهات اللي كانوا يعني ديال الاعوام السابقه، ومن تما وانا معتمدها كتعجبني حيت ساهله وميسره. بالنسبه للكفته ما تشوهاش بزاف، العافيه النار ديال المجمر تكون يعني مجهده وكتقابلوها وخليوها غير تشوط من يعني طيب من الجوانب، وكتزولوها باش كيبقى فيها داك لو جو ديالها وكتجيكم ما ناشفاش وما كتجيش يعني يابسه وما زويناش. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وبسلام عليكم.